بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفة. فأوضح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. في بداية الحلقة ازيكم الاول اعزائي المشاهدين، الحلقة بعنوان ظواهر مدهشة، فلازم اتكلم كلام بسيط كده عن الحلقة اللي فاتت، لان انا عارف ان في كتير من المشاهدين ما فهموش الحلقة اللي فاتت اللي كانت بتتكلم عن الكون الصغير اللي هي الذرة. معلش، هو العلم في البداية بس بيبقى صعب ومحتاج صبر وتضحية واعمال العقل شوية عشان الواحد يفهم الكلام، وانا برضو كان المفروض ان انا ابسط الموضوع اكتر من كده، وان شاء الله هيحصل باذن الله، لكن هو الموضوع محتاج تركيز شوية. عشان كده النهاردة باذن الله مش هتكلم بقى عن الذرة وحاجات غيبية وحاجات الواحد ما شافهاش، لا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجات بتحصل قدامنا، ظواهر طبيعية غير مألوفة بتحصل قدامنا. لكن ايه بقى العناوين او الحاجات اللي احنا هنطلع منها بحلقة النهاردة، او الظواهر اللي احنا هنتعلمها في حلقة النهاردة؟ رقم واحد، احنا طبعا عارفين الزلازل، هل يمكن ان تساعد تلك الزلازل في عملية الولادة؟ ايه دخل الزلازل بالولادة؟ النهاردة بقى ان شاء الله هنعرف ايه علاقة الزلازل في الولادة، ده اول حاجة نعرفها النهاردة بإذن الله. تاني حاجة، الغلاف الجوي، ماذا لو وقع الغلاف الجوي للأرض علينا؟ هو أصلا هو ليه ما بيقعش ووزنه كام الغلاف الجوي؟ طب لو وقع علينا هيحصل إيه؟ طب هو ليه ما بطرش من الأرض؟ الغلاف الجوي ده حكايته، لأن هنشوف إن شاء الله الوقت في الآيات معجزات هنعرفها إن شاء الله. تالت حاجة، في بحر أحد أربع أكبر بحار في اليابسة اختفى تماما من على سطح الأرض. تخيل كده بحر زي البحر المتوسط، فجأة جاي الناس لقوا البحر تبخر، بحر كامل. ايه حكاية البحر ده؟ كيف تم اختفاء بحر أرال؟ ده كمان تالت ظاهرة او تالت حاجة هنعرفها النهاردة بإذن الله. رابع حاجة، الجبال اللي احنا عارفينها، كيف يمكن ان تقتل تلك الجبال الانسان؟ هل ممكن ان جبل يقتل انسان؟ طب والامر من كده، العنوان اللي بعده، كيف تمشي الجبال؟ احنا عارفين ان الجبل ده رواسي شامخات بتخلي الارض ثابتة، هل يمكن ان تمشي الجبال دي زيها زي الانسان كده؟ ده برضو حاجة، ده العنوان الخامس اللي هنعرفه النهاردة. اخر حاجة ان شاء الله نعرفها النهاردة، من اين نشرب انقى وافضل مياه على وجه الارض؟ طبعا بعد مياه زمزم معروف، لكن في الاماكن الطبيعية ازاي اعرف ازاي منين اشرب افضل مياه موجودة؟ دول الست ظواهر اللي هنعرفهم النهاردة ان شاء الله. مش هنتكلم بقى في حاجات غيبية، لا، كلها حاجات احنا عارفينها، بس هنخش نشوف ايه الكون اللي حوالينا ده. لكن ان شاء الله قبل ما نخش في الحلقة لازم انوه لحتة كده صغيرة. اكتر الاهالي واكتر الاباء والطلبة بيحكوا لي يعني ان عادوا قافلين التلفزيون وعادوا قافلين النت وعاملين معسكر عليهم علشان الثانوية العامة. يعني كل البيوت الوقت او اغلب البيوت فيها معسكرات تحصين علشان عندنا طالب، انتبه، عن لدينا طالب في ثانوية عامة، انتبه، لدينا طالب في ثانوية عامة. عشان كده التلفزيونات مقفولة والنت مقفول وعاملين لهم حظر تجول، ممنوع هنا ممنوع هنا ممنوع هنا. هو هنا بقى نقطة، هو علشان الولد دخل الثانوية العامة او البنت دخلت الثانوية العامة يبقى نعمل له نشيل كل وسائل الترفيه عنه للدرجة دي؟ ممنوع نت، ممنوع تلفزيون. يعني في بعض الناس استأذنت والديها علشان تتفرج على الحلقة نتيجة ان هم قافلين التلفزيون تماما. لا، هو الصح انك مش تمنع ابنك من كل حاجة حواليه، الصح انك تعلمه ازاي يستثمر وقته ويدير وقته، وبعد كده تسيبه في الحياة وتبقى رقيب عليه بس من بعيد عشان تعرف ان كان هيستثمر وقته صح ولا غلط. فانا بقول للاباء الفضلاء اللي بيتابعهم ان الولاد كل في ثانوية عامة بالراحة شوية، حسسوهم بالامان، ما تحسسوهمش بالاضطراب والخطر. احنا الوقت كأننا في مرحلة طوارئ، انت في ثانوية عامة، ايه يعني ثانوية عامة؟ ما احنا كلنا كنا في ثانوية عامة، وابائنا وكل الدكاترة وكل مر بيمر بالثانوية العامة، فماهيش فترة رعب علشان كل الناس تعمل حظر التجول او المعسكرات اللي بنسمع عنها دي. من اجل هذا ان شاء الله بداية من الحلقة الجاية هنعمل حملة. طبعا احنا عارفين ان في الدروس الخصوصية دي مشكلة كبيرة جدا، بتستنزف، بنصرف سنويا 12 مليار جنيه على الدروس الخصوصية، يعني التلت دخل كل اسرة بيخش على الدروس الخصوصية. يعني الدروس الخصوصية بتمص اموال
الاباء الاب ما عادش فاضي يربي ابنه اصلا، نتيجه ان هو قاعد شغال ليل ونهار شغل متواصل عشان يجيب الفلوس ويديها لابنه عشان يروح دروس، وفي الاخر لما بيروح دروس بيجيب نتيجه، وبعد ما بيجيب نتيجه بيخش كليه، وبعد ما يخش كليه ويتخرج من الكليه بيبقى الى اين مصيره؟ احنا عارفين المصير فين، عارفين ان هو مع كل المصاريف اللي بتتصرف دي في الاخر بيبقى في مشكله اسمها مشكله البطاله. فان شاء الله بدايه من الحلقه الجايه هنبتدي نعمل حمله كده عشان يبقى البرنامج عملي بقى، نعمل حمله اسمها نهضه التعليم مبادره وتصميم. نهضه التعليم مبادره وتصميم. طب ايه موضوع الحمله دي، او يعني احنا هنعمل ايه في الحمله دي؟ هنعمل ان شاء الله ان احنا هيبقى مثلا في حلقه عن ماده الفيزياء، ماده الفيزياء بتاع الثانويه العامه، هيبقى في حلقه كامله هيتلخص فيها ماده الفيزياء بتاع الثانويه العامه. يعني تخيل انت طالب بتروح الدروس 3 مرات في الاسبوع، وبعدين بتدفع مش عارف شهريات، بتدفع مقدمات ومذكرات وموال كبير قوي، عشان في الاخر قدامك 50 درجة لازم تجيبهم. ان شاء الله هنعمل حلقه كامله لماده الفيزياء بتاع الثانويه العامه، نجيب فيها مدرس فيزياء قوي جدا، زائد فيه بشره كويسه قوي بقى. ان شاء الله مجهز لكم كده 10 ورقات، 10 ورقات لو قراتهم العشر ورقات دول فيهم تلخيص فيزياء ثانوية عامة كاملة. هتقول لي ازاي هتلخص كتاب من 300 صفحة اللي هو كتاب فيزياء ثانوية عامة في 10 ورقات؟ يمكن ان شاء الله بعلم الديناتولوجي هتشوف ازاي هو كتاب الفيزياء او ملخص او منهج الفيزياء بقى في 10 ورقات. وال10 ورقات ما شاء الله عملوا اكتساح جامد نتيجة ان الطلبة اللي قدامك 10 ورقات فيهم المنهج. فبإذن الله يبقى في حلقة للفيزياء فيها تلخيص الفيزياء كاملة. ده اتمنى ان هو يخفف رعب وضغط الموضوع ده. طب في ناس بتقدر تروح دروس خصوصيه، دي ما فيهاش مشكله، لكن الناس اللي ما تقدرش تروح دروس خصوصيه دي نعمل لهم ايه؟ فين البديل؟ وعشان توفر بديل عن الدروس الخصوصيه كل الناس دلوقتي او كل المسؤولين بيحاولوا يحاربوا الدروس الخصوصيه. لن تستطيع ان تحارب الدروس الخصوصيه الا اذا وفرت بديل له 3 صفات: بديل قوي ومستمر وفعال. 3 صفات دول لو وفرتهم في البديل يبقى تستطيع ان تستغنى عن الدروس الخصوصيه، لان دي كارثه بتخلي اقتصاد الأمة كلها بينصب في حاجات. يعني في الآخر لما خدنا دروس، ما احنا كلنا خدنا دروس وصرفنا مصاريف، في الآخر عملنا ايه؟ فإن شاء الله بداية من الحلقة الجاية هنبقى معنا بإذن الله الحلقة الجاية مادة العربي، هتشوفوا فيها تلخيص النحو كاملا في ورقة واحدة، هتشوفوها بإذن الله حاجات جميلة قوي. بس تابعهم، أتمنى بقى أن كل أب الآباء والأهالي يقولوا لأولادهم ويعرفوا أولادهم، كذلك الطلبة يقولوا لزمايلهم، لأن إن شاء الله هيشوفوا حاجات لم يروها بإذن الله. نخش بقى في حلقة النهاردة. حلقة النهاردة اسمها ظواهر مدهشة، ظواهر مدهشة، ظواهر في الكون. نخش بقى في عرض الباوربوينت عشان نعرف ايه هي الظواهر المدهشة دي. نخش بقى في العرض. اول ظاهرة بإذن الله هنستعرضها في الظواهر المدهشة الشريحة اللي بعدها، الزلازل كيف تساعد في عملية الولادة. قبل ما نشوف كيف تساعد الزلازل في عملية الولادة، اولا هو الزلزال بتكون من ايه؟ تعالوا نشوف الزلزال بيتكون ايه. شايفين الكره الارضيه دي؟ الكره الارضيه بطبقاتها، الطبقه الخارجيه طبقه الغلاف الجوي، بعدها طبقه القشره، بعدها الوشاح، بعدها الى ان تصل الى اللب. لب الارض بيتكون من حديد ونيكل، ودرجه حرارته 6000 درجه مئويه. تخيل لب الارض اللي احنا عايشين هنا في منتهى الامان، ودرجه الحراره درجه معتدله. لب الارض يعني احنا ماشيين على جهنم في باطن الارض. الشمس والقمر لما هما الارض بتدور حواليهم، الارض بتدور حوالين الشمس، بيحصل ما بين الارض وما بين الشمس قوه تجاذب. فالشمس لما بتعمل قوه تجاذب للارض، اللافا المنصهره في لب الارض اللي انتوا شايفينه جوه ده، اللي هو اللون برتقاني اللي جوه قوي ده، لب الارض اللافا اللي جواه نتيجه ان في قوه جذب من فوق من ناحيه الشمس، بتحاول اللافا دي والدرجة الحراره دي. شفت لما انت تجيب حاجه كده سخنه وتعملها تغلفها بعده طبقات وهي الحاجه بتغلي جوه، فهتلاقي الطبقات اللي بره بدات تتفلق وتتشقق. ده اللي بيحصل بالظبط في الزلازل والبراكين. وفي قاعده بقى في علم الفلك بيقول لك ان كلما اقترب الكوكب من الشمس كلما زادت الجاذبيه لباطن الكوكب. طب كلما زادت الجاذبيه لباطن الكوكب كلما زادت الزلازل والبراكين. يعني لو احنا خدنا رحله كده ورحنا لكوكب الزهره، هنلاقي ان كوكب الزهره ده بيسموه كوكب الجمال. لو رحنا احنا كوكب الزهره هنلاقيه مليان جحيم. كوكب الزهره فيه مئات البراكين اللي بتنصهر بدرجات حراره خياليه.
زائد الزلازل اللي بتحصل فيه. ليه؟ لانه بيقترب من الشمس، واحنا اتفقنا تبع القاعده اللي قلناها دلوقتي ان كلما اقترب الكوكب من الشمس كلما زادت قوه الجاذبيه بين باطن الكوكب والشمس، كلما زادت بقى فرصه الزلازل والبراكين. يعني لو قدر الله وحصل وتقدم العلم، يعني لو حصل ورحنا كوكب بلوتو اللي هو في منتهى البارد ده اللي في اخر المجموعه الشمسيه، على فكره كوكب بلوتو ما عادش كوكب يا جماعه، الكواكب التسعه بقوا ثمانيه دلوقتي، كوكب بلوتو انسحب من المجموعه الشمسيه، فده اكتشاف حديث يعني. لو رحنا بلوتو هنلاقيه بارد جدا، عشان كده لا يمكن يحصل عليه زلازل او براكين، لان ما بيحصلش الظاهره اللي احنا قلناها. فده كان اول سلايد او اول شريحه فيها ازاي الزلزال بيحصل. طب تعالوا بقى نشوف الشريحه اللي بعدها، لما الزلزال بيحصل ايه اللي بيتم في الارض، ما نتائج الزلازل. نشوف الصوره اللي فوق. شفتوا لما يبقى الانسان ماشي، والحمد لله من نعمه ربنا علينا ان احنا ما بتحصلش الظواهر دي عندنا، يعني فضل كبير ونعمه ان كل فين وفين عم بيحصل زلزال. ولسه هنقول دلوقتي طب لو حصل زلزال نعمل ايه. شوف الراجل واقف فجاه، تبقى انت واقف تلاقي الارض بتتشق حواليك، ممكن تنتهي حياه الانسان في زلزال واحد. وهو شوف الارقام، زلزال مش عارف ايه يحصد ارواح 230 الف شخص، يعني اسر واشخاص وشباب لهم طموحات وامم كامله، بيجي زلزال واحد يقلب الارض راسا على عقب يموت الاف الاشخاص. زلزال في زلازل تسونامي وزلازل مش عارف في ايران وزلازل في المحيط الهندي، بتحصل في القارات الاماكن القريبه منها، زلازل في كل مكان. ده بتحصد مثلا، شوفوا زلزال اخر زلزال حصد حوالي 79 الف شخص. يعني ايه 79؟ ده احنا لو مات عندنا شخص واحد عزيز بنزعل جدا عليه، فما بالك 79 الف شخص يجي زلزال خمس دقائق بس تلاقي بشر انتهوا تماما، ما عادش لهم وجود من على وجه الارض. ده فضلا عن النتائج الماديه اللي بتحصل نتيجه الزلازل. 40 مليار دولار بنتيجة زلزال واحد بس. ده آية أصلا من آيات الله. هو ربنا لما بيبقى عايز ينذر البشر في الأرض بينذرهم إزاي؟ خلاص القرآن نزل والقرآن بيتكلم عن كل المعجزات، لكن لو في قوم تكبروا وباغوا في الأرض ينذرهم إزاي؟ في تقريبا خمس ظواهر طبيعية بيبقى هم، شفت لما أنت تبعت لحد رسالة كده وتقول له خد بالك أنت كده غلط، خد بالك أنت اتكلمت كلمة لا تصح، كذلك خد بالك انت الوقت ماشي غلط انا بنبهك. كذلك في خمس ظواهر بتحصل في الارض، لو حصلهم اعرف ان دي رساله من ربنا الى البشر، انتبههم انتبههم. فاحد تلك الرسائل هو الزلازل، زلزال واحد يجي يقلب الدنيا. فده النتائج اللي بتحصل نتيجه الزلازل. طيب احنا الوقت عرفنا ازاي الزلزال اتكون، تمام. احنا لغايه الوقت ما عرفناش كيف تساعد الزلازل في الولاده، ما زال العنوان قائم، لكن عرفنا الزلزال ازاي اتكون. طب وعرفنا نتيجه الزلازل، تعالوا بقى نشوف لما الزلزال بيجي ازاي هو بيعمل بقى عمليه الولاده اللي احنا بنخش على دي. نشوف بقى الشريحه اللي بعدها. طبعا قبل ما نشرح الحته دي، شفتوا الجنين في بطن امه مغلف بطبقه المحيي دي اللي هي مليانه سبحان الملك. ده كل واحد مننا كان في المكان ده، كان في المنظر ده، كان ما فيش الا قوه واحده بس بترعاه، وهي القوة الإلهية، العناية الإلهية. لو كان بس حصل ولا قدر الله الإنسان اتعرض لمجموعة من يعني الإشعاعات، إشعاعات ألفا أو جاما أو الإشعاعات الموبايل، وهو في بطن أمه بالمنظر ده، كان ممكن يطلع متخلف عقليا أو يطلع مشوه في الوجه أو يطلع. فتسع شهور كاملة الواحد محاط بعناية ربنا سبحانه وتعالى، فده نعمة بتستدعي الشكر، نعمة احنا مش حاسين بها. احنا فجأة لقينا نفسنا في الوجود ماشيين وبنتكلم وبنتحرك وبنخش المدارس وبنقابل دروس خصوصيه، وفي الاخر بنتخرج نلاقي مشاكل بطاله ونسينا كل النعم الابتدائيه اللي احنا اصلا بها جينا. طب جميل، اتعملت دراسه في الولايات المتحده الامريكيه على ستات حوامل ساعه الزلازل. ساعه ما الزلزال بيحصل وجدوا ان الستات الحوامل، في بعض الستات الحوامل نزلوا الجنين وهو لسه 3 شهور نتيجه الزلزال. طب الله، طب ايه؟ وفي ناس ستات تانيين نزلوا الجنين بعد الزلزال بمدة. طب ايه علاقة الزلازل؟ بدأوا ينتبهوا للظاهرة دي. ايه علاقة بقى الزلزال بالولادة؟ سؤال، احنا عارفين ايه هي الحاجة اللي بتربط الجنين بأمه؟ ها؟ الحاجة اللي بتغذي الجنين، بتنقل للجنين المواد الغذائية، بتنقل له الأكسجين، وبعدين ترجع المواد الفضلات من الجنين لأمه. ايه هي؟ المشيمة. لما هو بيطلع بتتقطع المشيمة اللي هي الغشاء اللي بينقل، او الانبوبه اللي بتنقل الغذاء من الجنين من الام للجنين. طيب المشيمه دي بقى
العلماء كانوا عارفين ان لها فايده واحده بس، اللي هي نقل المواد الغذائيه، لكن اكتشف العلماء